بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على أصحاب محمد الذين آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده حتى نشروا راية الإسلام في أطراف الدنيا. اللهم ارض عنهم واجعلنا جميعا من محبيهم الصادقين في ذلك، واخزي كل من يمقتهم يا ذا الجلال والاكرام. وبعد، يقول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير ما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هذا النداء من المولى الكريم أرحم الراحمين لعباده أن يتقوه ليثيبهم ويعفو عنهم ويدخلهم جنته، ينبههم جل وعلا على أن يتفكروا فيما قدموه ليوم غد، فإنما قدموه من خير أو شر سوف يلقونه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. من كان يريد الخير والسعادة والأمن يوم العرض والجزاء والدخول في دار الكرامة والعز والرضا فليحسن تقوى الله جل وعلا، يخلص له جل وعلا بالعمل، ويتفقد أموره، وينظر في مدى تقصيره ليتوب من التقصير، وليحمد الله إذا رأى توفيقا وصلاحا وعملا صالح. لابد أن يفكر الإنسان فيما قدمه من غد، كما في حديث عدي بن حاتم في يوم العرض والجزاء يقول: ما منكم من أحد إلا سيخاطبه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر عن يساره شماله فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أمامه فلا يرى إلا النار. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بأقل قليل. وربنا جل وعلا الغني الحميد، أي عمل قليل فيه إخلاص لوجه الله جل وعلا مع البراءة من الشرك ينفع. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يأمر بالتقوى، اتقوا الله، ثم يقول واتقوا الله، يؤكد على العباد أن يتقوا الله بماذا؟ بعمل الصالحات وتجنب المحرمات والمكروهات وتفقد الأحوال من الأعمال. كلما أنسى نظر، هل عمل عملا يسره أن يراه يوم القيامة؟ إن كان حصل شيء من ذلك فليعلم أن هذا فضل من الله جل وعلا، وإن تكن الأخرى فليبادر إلى التوبة ولا يسوف ولا يقول سوف أتوب أو سوف أتدارك. لا، الآجال بيد الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فاحرص أيها المسلم ولا تكن كالذين ضلوا وأضلوا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله. لماذا نسوه؟ غفلوا عن طاعته. هم إذا أصابهم مرض أو حلت بهم كارثة أو نزل بهم ما يقلقهم ويسوءهم تذكروا الله. فينبغي للمؤمن للمسلم أن يكون كثير التذكر لله جل وعلا، إن كان في حال غبطة وارتياح وسرور وفرح فهذا من نعمة الله فليحمده جل وعلا، وإن تكون الأخرى في حال ضيق وهلع
ومشقة وقلق، فليعلم أنه لا يكشف الضر ولا يزيح البلوى سوى الله، فليفزع إلى الله جل وعلا. يقول الله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لما ضيعوا أمر الله وتساهلوا بشرعه ولم يؤدوا ما أوجب عليهم وتجرأوا على حرماته أنساهم أنفسهم، فصاروا يتخبطون يمنة ويسرة، اندفاعا لا حدود له وتقهقرا لا نهاية له، تقهقرا عن الخير واندفاعا إلى الشر. فاحذر أيها المسلم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فهؤلاء هم الفاسقون. لا، وهناك منزلة، كل واحد له منزلة بعد هذه الدنيا، إما في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أهل التقوى الذين يخافون الله في سرهم وعلانيتهم، الذين يتفقدون أمورهم كلما رأوا قصورا وسيرونه رفعوا إلى ربهم الدعاء أن يغيثهم ويغيث قلوبهم ويهديهم، وإن رأوا ما يسرهم حمدوه، لأنه ما من خير إلا فبفضل الله جل وعلا. ولا يدفع أمر من الأمور المكروهة، ولا يستدفع بلاء وشر إلا بالاستعانة بالله. فاحرص أيها المسلم، احرص أن تدرك، فقد قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز، ليس الفوز أن تفوز بأعالي مناصب الدنيا أو تحصيل أموالها أو الاقتباط بملذاتها، كل ذلك أشبه ما يكون بالحلم الذي حالما يستيقظ الإنسان تفوت آثاره، وإنما تذكر ما يكون بإذن الله سببا للفوز والنجاة من عذاب الله. ثم أكثر النظر في أعمالك، ما الذي قدمته لليوم الآخر؟ ما الذي قدمته ليوم العرض والجزاء؟ تذكر الموقف الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما من أحد إلا سيخاطبه الله دون ترجمان، ويعلم أن النجاة إنما تحصل بالأعمال الصالحة. ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وعن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وأمامه النار متهيئة. يقول: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فاحرص أيها المسلم، إذا أمسيت انظر في يومك، ما الذي ترى أنه حسن حصل منك فاحمد الله هو الذي وفقك له، وإن رأيت الأخرى فاعلم أنه لا منجا لك منها إلا بالتوبة إلى الله. فأكثر من التوبة والاستغفار، وتفقد أحوالك كأنك محاسب دقيق الحساب شديد الخوف كثير الطمع، تطمع في عفو الله وتخشى عقوبته وعذابه، فأكثر من ذلك. انظر امتثال أمر الله الذي أمر كل إنسان أن ينظر ما يقدمه للغد، وهو إما عمل نافع صالح مثمر، وإما خيبة وبلاء وشر، لا بد من أحد الأمرين. ثم إن الخيبة والشر إذا الله وفق الإنسان ليعرف حصولها فعليه أن يبادر بالتوبة الصادقة والإنابة إلى الله وحسن التوكل عليه والإكثار من الاعتذار من ربه جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه الاعتذار من الله. فأكثر أيها المسلم من الاستغفار والتوبة والاعتذار من ربك على أي شيء يحصل، واسأل ربك أن يعفو. وينبغي أن تتذكر ذلك الرجل الذي كان قبلنا أذنب ذنبا ثم علم بذنبه فتوجه إلى الله، قال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، وهو صادق في استغفاره وارتجائه إلى الله، فقال الله: غفرت لعبدي. فتكرر ذلك منه
يخطئ لكن يتوب صادقا، فالعبرة بالتوبة الصادقة. فقال الله ليفعل عبدي ما شاء، يعني إذا كان كلما أذنب ندم وتاب بصدق فإنه، لكن أيضا مع ذلك ينبغي للواحد لا يكون كثير الطمع بأن يفوز بالالتجاء إلى الله، فقد يموت الإنسان على ذلك على الذنب الذي أهم به. ثم إذا مات عليه بعث يوم القيامة على ما كان عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين تنزل بهم فاجعة ويخسف بأولهم وآخرهم لما كانوا يريدون من شر. ولما قالت أم المؤمنين أيخسف بأولهم وآخرهم ومن ليس منهم ومن جمعه معهم الطريق، قال النبي نعم يخسف بأولهم وآخرهم وإنما يبعثون على نياتهم. فاحرص أيها المسلم أن تكون نيتك دائما التزام طاعة الله والحرص على إخلاص العمل له والجد والاجتهاد في تعرف التقوى ما هي. فإن التقوى هي أن تتجنب المحرمات وأن تحرص على أداء الواجبات وأن تكثر أيضا من التقرب إلى الله بنوافل العبادات، كما جاء في الحديث القدسي الذي يقول الله فيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يقول الله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فاحرص أيها المسلم على طاعة الله وتفقد أمورك في كل يوم، فكر فيما أسلفته في هذا اليوم من طلوع من استيقاظك من نومك إلى أن أويت إلى فراشك، فتذكر هل كنت محسنا في ذلك اليوم، هل تجنبت ما ينبغي أن يجتنب، هل بادرت إلى ما أمر الله به، هل بادرت للأعمال التي يحبها الله. إذا كان ذلك كذلك فأحمد الله على التوفيق، فإن الفضل فضل الله جل وعلا، وإن الخير إنما هو منه سبحانه. وإن تكن الأخرى فقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فلتكثر أيها المسلم من تكرار الاستغفار والتوبة إلى الله. ثم كما قد مر على أسماعنا فإن الاستغفار من أسباب خيرات كثيرة، بما فيها حصول الدنيا وحصول ذرية الصالحة وأمثال ذلك، مع ما فيه من تكفير الذنوب، مع ما فيه من تحصين وتخزين الأعمال الصالحة. فاجتهد أيها المسلم، اجتهد في ذلك، واحذر أن تكون متأثرا بمكانات الكفار أو مكانات الضالين المعرضين عن الخير والهدى، بل انظر إلى الذين تراهم على خير كثير وفي إقبال بين وفي رغبة فيما عند الله وفي حياء واستكثار من الاستغفار، استغفار الله جل وعلا، واحرص على مسابقتهم، واحرص على أن تشابههم في كل خير، وإذا قدرت أن تسبقهم في كل خير فالتوفيق بيد الله جل وعلا. فاحرص أيها المسلم، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إلى آخره جل، واحذر أن تكون مع الغافلين، فإن الغافلين تمضي أيامهم ولياليه بل وأعمارهم ما استطاعوا أن يدخروا خيرا، ثم إذا أحان الرحيل ما نفعهم شيء. إذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع نفسا إيمانها، لا بد من الإيمان السابق على ذلك. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا جميعا ويرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، ويعيننا على أنفسنا وعلى أعدائنا وعلى أهوائنا وقراباتنا الذين يثبطوننا عن خير، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يجعل بلدنا هذا بلدا صالحا مستقيما مستقرا على الخير والهدى، متمسكا بكلمة التوحيد والإخلاص لله في العمل،
حريصا على صيانة الأخلاق الإسلامية والمحافظة على العبادات الشرعية والتقرب إلى الله بالفرائض ونوافل العبادات، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يحفظ علينا أمننا في بلادنا، أمننا على الدين والدنيا، وأن يبارك لنا في أنفسنا وأهلنا وأعمارنا وأعمالنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يخاف الله في السر والعلن، وأن يحرص على أن يتقرب إلى الله بما يحب، وأن يحذر أن يرتكب ما لا يحبه الله جل وعلا، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يعاجل الذين تتوانى عليهم المحن وتحل به بأرضهم وبلادهم الكوارث وتسفك فيها الدماء وتدمر فيها المنازل ومزارعهم. نسأل الله أن يلطف بهم عاجلا وآجلا بتوفيقهم للتوبة إليه بصدق والنجاح فيما بينهم بغلبة عدوهم بإذن الله، كما نسأله جل وعلا أن يعاجل المعتدين المجرمين بعقوبة ساحقة وبلايا متلاحقة وإحباط لهم، كما نسأله جل وعلا أن يصيب كل من ينصرهم، أي الطائفة النصيرية، أن يصيب كل من ينصرها من الصفويين أو غيرهم، أن يرينا فيهم عجائب قدرته، فهو القادر جل وعلا على كل شيء. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد وعقوباتك المتلاحقة يا حي يا قيوم، وأسمعنا عن أهل الحق والهدى ما يسرنا، وأسمعنا عن المجرمين الظالمين الفجرة الزنادقة والنصوى الاثني عشرية ومن يعينهم، أسألنا فيهم ما يسرنا يا ذا الجلال والإكرام، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعاجل أهل اليمن بالخروج من محنتهم ومأزقهم، وأن يقضي على الفكرة الصفوية التي صارت تمدهم منذ عشرات السنين، تريد أن تقلب المنطقة صفوية أخرى، ويأبى الله بحول الله إلا أن يتم نوره ويذهب الشر عنهم. فنسأل الله جل وعلا أن يعاجلهم بفرج وكبت الطائفة الصفوية والحوثية الذين هم يقلدونهم، أن يرينا فيهم عجائب قدرته، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن ينصر كل من ينصر الحق وأهله ويذل الباطل وأهله، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا في هذه البلاد بأن ينصر الحق وأهله ويذل الباطل وأهله ويعز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقضي على دواعي البدع ودواعي الأخلاق الذائبة السيئة التي تسير وراء رغبات الغرب لتكون يكون الناس كلهم على مشرب سيء من التهتك والفجور. فأسأل الله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا كل ما يعلي شان هذه البلاد وكل ما يجعلها قدوة للمسلمين في الخير والحياة والصدق والوفاء وإخلاص العبادة، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.